الشباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعونا في السماء أولا ويرضون أهلهم وينفعون الدولة، لا أكثر ولا أقل. تأخرت. شكله كان جاهز نفسه. تعرفون انكم طلاب شطار ومبدعين؟ حليتوا المشكلة؟ ان شاء الله خلال الاسبوع. يعطيكم العافية. الحمد لله على سلامة الوالدة. تمام. بشر اشتغل الابلكيشن؟ عفا عليك شغال. جاهزين؟ جاهزين. كاميرا؟ ساوند؟ ريديت. 3 2 1 ان اكشن. الفائز بجائزة التميز الحكومي في الامارات هو منصور محمد خليفة، خريج كليات التقنية العليا. انتظروا لحظة، خلوني أخبركم الشيء المشترك بيننا، وأعتقد أنكم عرفتوا. نحن خريجو كليات التقنية العليا. في قسم التربية في كليات التقنية العليا، ومن خلال بيئة تعلم تفاعلية وأساليب تربوية متطورة، نتعلم لنبني شباب الوطن الآتي. قسم الهندسة ليس فقط لبناء بنية تحتية راسخة، إنما هو ابتكار لتقنيات هندسة المستقبل، مستخدمين أحدث تقنيات لتصميم حلول لأي تحديات محتملة. يجهزنا قسم العلوم الصحية في كليات التقنية العليا لمواكبة المتغيرات العلمية في المجال الصحي من خلال محاكاة متطورة وأحدث التقنيات الطبية. نحن مستعدون لرعاية المرضى باستخدام أساليب وابتكارات وفق معايير الرعاية الصحية المستقبلية. في قسم الإعلام التطبيقي نطلق العنان لخيالنا وندفع حدود السرد القصصي باستخدام أحدث التقنيات الإعلامية. في قسم علوم الكمبيوتر نفكر بإبداع نبتكر تقنيات تقود المستقبل. في كليات التقنية العليا نتعامل مع الشبكات والبيانات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لنستعد للتحديات. هنا في كليات التقنية العليا تبنى العقول ويصنع المستقبل نحو التميز الإماراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة. سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا. الدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالشارقة. حضورنا الكريم، معكم الطالب سيف المخمري، تخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية. أنتم جيل مهم، أنتم حظ بلادكم. قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه لشباب الوطن. ونحن نقول لقادتنا يا حظنا فيكم، يا حظنا ببلادنا الإمارات. ضيوف حفلنا الكريم، اليوم نجتمع معا للاحتفال بدفعة جديدة من خريجي كليات التقنية العليا بالشارقة، دفعة العام 2024، تحت شعار تمكين العقول صناعة المستقبل. الآن أدعو سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، لإلقاء كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا، فليتفضل مشكورا. الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، طلبة كليات التقنية العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرص المجمع منذ التأسيس إلى أن يكون منصة لخلق القوى البشرية التي تساهم بشكل فعال في بناء منظومة اقتصادية أكثر صلابة. وكأكبر جامعة اتحادية ساهمت الكليات بتأهيل أكثر من 90,000 خريج وخريجة من أبناء هذا الوطن في مختلف التخصصات: الإعلام وإدارة الأعمال، الهندسة والكمبيوتر والتربية والعلوم الصحية، وذلك منذ عام 1990 إلى اليوم. وعندما نتحدث عن البناء والتنمية نرى نهجنا الوطني، وحينما نتحدث عن الإرادة نرى قادة الاتحاد. عندما نتحدث عن الطاقة والطموح نرى الشباب وقود المستقبل. وتكتمل الصورة فنرى الإمارات دولة ومنظومة متكاملة وأسس راسخة وعقيدة وطنية. وطن التحدي والإنجاز، هذا ما نؤمن به وهذا ما نعمل لأجله. الحضور الكريم، إن طاقة الوطن تكمن في أبنائه، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، إن تمكين الشباب والاستثمار فيهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة. اليوم نحتفي بتمكين العقول وصناعة المستقبل، مخرجات تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وبما يحقق أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031. واحتياجات سوق العمل، إنهم أبناء الإمارات الذين يمثلون نموذجاً ذا صبغة خاصة في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية والمسؤولية الوطنية. بهذه المناسبة أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وإلى سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. والشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة للدعم اللامحدود والدائم للكليات مما عزز نجاحها في رفد سوق العمل بالكفاءات النوعية القادرة على التعامل مع المستقبل بمتغيراته وتحدياته. الحضور الكريم، لغة الإنجاز بالإمارات هي لغة الأرقام، فنحن في الكليات تمكننا من خلال مبدأ الشمولية من توفير خيارات تعليمية متنوعة للطلبة على البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بالإضافة إلى المسرعات الوظيفية أو شهادة مهارة. فرفعنا نسبة استقطاب الطلبة خلال العام الأكاديمي الماضي إلى 11%، فاليوم يصل عدد الطلبة في الكليات إلى أكثر من 27,000 طالب وطالبة. وحققنا من خلال مبدأ التكاملية مع شركاء العمل والصناعة وبرنامج نافس ارتفاعا في نسبة التوظيف لدفعة العام الماضي 2023، والتي بلغت 83% على مستوى الكليات. ومنذ عام 2019 إلى 2024 وصل عدد الخريجين إلى 14,239 خريجاً وخريجة، ووصل عدد التوظيف إلى 10,374، أي بنسبة 72%. كما وصل عدد الطلبة المسجلين في نافس إلى 10,000 طالب وطالبة. وحينما نتحدث عن طلبة الشارقة، فإن نسبة التوظيف لطلبة العام 2023 والذين تشرفوا بحضورك سمو الشيخ لحفلهم في العام السابق تجاوزت 70%. وفيما يتعلق بريادة الأعمال كجزء من منظومتنا التعليمية، نجحنا في دعم تطوير 325 شركة ناشئة، 65 منها حققت عوائد مالية ممتازة. إن طموحنا في الكليات لا حدود له، سنواصل العمل والإنجاز وسننطلق برؤية جديدة لأجل تعزيز التميز الإماراتي.
الحضور الكريم اليوم باسم أمناء كليات التقنية العليا أعلن عن تخريج 648 خريجاً وخريجة على مستوى كليات التقنية العليا في الشارقة من بين دفعة العام 2024 والبالغ عددهم 3400 طالب وطالبة تحت شعار تمكين العقول وصناعة المستقبل الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهادتهم بكل جدارة واستحقاق. أبارك للخريجين والخريجات كما أبارك لأولياء الأمور الأب والأم، نشارككم هذه الفرحة والسعادة، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور فيصل عيان. خريجونا اليوم يومكم، اليوم فرحتكم، فلكم الكلمة. أدعو الخريجة حصة عمر آل علي لإلقاء كلمة باسم الخريجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة، سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، أساتذتنا الكرام، أولياء أمورنا الأعزاء، الخريجون والخريجات، أيها الحفل الكريم، معكم الخريجة حصة عمر آل علي حاصلة على درجة الامتياز في تخصص المختبرات الطبية. الشباب ركيزة التنمية وقادة الغد، كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وها نحن ذا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لنمضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل، مستلهمين من كلمات سموه الحكيمة لنجعل من هذا اليوم بداية لقصة نجاح لا تنتهي لأجل الوطن. أيها الحضور الكريم، يسعدنا اليوم أن نتقدم بأعمق مشاعر الشكر والتقدير لأعز الناس على قلوبنا جميعا. يا من ساعدتمونا في النهوض كلما تعثرنا، ويا من أخذتم بأيدينا لإكمال طريقنا نحو النجاح والتميز، لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق إلا بتوفيق الله تعالى ثم بدعواتكم الصادقة، فشكرا لكم من القلب. مضت سنوات الدراسة ولا نعلم كيف مضت بهذه السرعة، سنترك المكان ولكن ستبقى الذكرى في زوايا قلوبنا قبل عقولنا، فشكرا لكل من شاركنا رحلتنا ودعم نجاحنا، شكرا أساتذتنا على جهودكم. حضورنا الكريم، في الختام اذكر ما قاله والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: إن شباب الإمارات في الشارقة يعيشون عصرهم الذهبي في ظل ما توفره لهم الدولة والشارقة من فرص، ونحن بالفعل نعيش عصرنا الذهبي في ظل قادتنا المخلصين، ونعاهدكم اليوم أن نستثمر كل الفرص ونعمل بإخلاص لتبقى إماراتنا الحبيبة رمزاً للتميز والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً خريجتنا حصة. للوطن الإخلاص والولاء وعهد من القلب والروح، مع قسم الولاء مع الخريج عبد الرحمن شهيل. What?
تتسارع دقات القلوب وترتسم على الوجوه ابتسامات. إنها لحظات طال انتظارها لتعلن بداية جديدة نحو مستقبل واعد. تنطلق الآن مراسم التخريج. نتشرف بدعوة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة إلى المسرح، يرافقه سعادة الدكتور فيصل العيان والدكتور خالد الحمادي. بداية مع وشاح الفخر، تكريم للإنجاز ولمن كان وراء تحقيقه، ندعو والدة الخريجة ميرا أحمد عبد المعطي الأولى على دفعة 2024 في كليات التقنية العليا في الشارقة، والحاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف بمعدل 4 تخصص علوم الكمبيوتر والمعلومات، فلتتفضل مشكورة. والآن نبدأ مراسم التخريج. والآن مع خريجات برنامج إدارة الأعمال. لطيف عبيد الكتبي. جواهر محمد آل علي. غاية يوسف الزرعوني. حمدة أحمد الزرعوني. مريم يوسف الحوسني. مريم جان محمد. آمنة أحمد علي. ميثا أحمد النقبي. روضة جمع المشرف. نورة عبيد التميمي. مريم أحمد الهرمودي. لطيفة ناصر المازمي. دانا بنت علي الذوادي. روضة حسن آل علي. علي عباس البلوشي. مهرة خالد السويدي. هند جمال الرئيسي. أسماء يعقوب الحوسني. مريم يونس البلوكي.
شيء. ميرا حميد السويدي. سارة إسحاق الريس. حمد أحمد الشامسي. هند راشد الشامسي. نجلة محمد المهيري. شمة سعيد السويدي. حمد غانم العوضي. ميثا علي الهوتي. علي سعيد المهيري. آمنة حسن السويدي. علي علي المازمي. عايش إبراهيم أهلي. علي محمد العوضي. ريم جاسم آل علي. روبا أحمد جاسم المنصوري. ريم عبد الكريم الحمادي. غالية محمد سليم. امتياز. هدى محمد الكندي. عزيزة أحمد إدريس. هند أيمن الشحي. نورة سيف بوشبس. امتياز. ميرا عادل السعيدي. شهد أحمد الحمادي. آية عبد العليم الشريف. عاشر محمد المازمي. آمنة علي الحمادي. امتياز مع مرتبة الشرف. شهد ماجد الكعبي. عاشر ناصر المزروعي. أسماء عيسى سيفان. عايش حميد الشامسي. بشاير عبد الله المرزوقي. نوف سلطان الحمادي. شروق عبد الرحمن السويدي. إيمان خليفة الحداد. خلود علي آل علي. أميرة محمود كراني. عفرة عبد الله الكتبي. آمنة عبد الله الملا. ميرا ماجد العويس. لطيفة محمد سعيد. ميرا خالد أحمد. علي هشام الخوري. علي
سمية أحمد الشناصي. فاطمة محمد المزروعي. وضحى مطر المزروعي. ميثا علي الكتبي. نوف مبارك خاتم. العنود عيسى البلوشي. ميرا أحمد آل علي. موز سعيد الليم. عفرة سيف الزري. إيمان محمد العبيدلي. شيماء حسن الشحي. شيماء عثمان سلمان. فاطمة جمال آل علي. مها عبد الله العويس. فاطمة ناصر باصليب. شيخة عبد الله الشامسي. مروة فهد الشامسي. هند عبد العزيز السويدي. فاطمة عبد الله الشحي. عليا علي المرزوقي. شيخة عيسى سالم. مريم محمد الجسمي. موضي علي رحمه. عاشي خالد الشحي. شيخة حنيف عمر. نوف فهد الأنصاري. علي محمد الظاهري. آمنة سالم الشامسي. موز محمد بن فلاح المنصوري. ميثا أيوب عري. هند عبد الكريم لنقاوي. فاطمة مطر الكتبي. ميثا محمد الحوسني. عايشة محمد المازمي. امتياز. حمد ناصر الغريبي. مهرة درويش الجسمي. فاطمة راشد النقبي. شيماء علي الحوسني. رقية ناصر آل علي. ميرا علي الحمادي. حصة علي المري. امتياز مع مرتبة الشرف. الر...
محمد الكتبي. موزة راشد الكتبي. فاطمة محمد آل كاظم. لطيفة أحمد محمد. شمسة خميس الكتبي. مريم سعيد الخاطري. والآن مع خريجات تكنولوجيا الهندسة والعلوم. صفية سعيد المازمي. شذا سلطان الحسني. شمة سلطان الحسني. حور علي المازمي. شوق عبد الله آل علي. مريم سعيد الكتبي. فاطمة يوسف الحرمودي، امتياز مع مرتبة الشرف. شمة أحمد حسن. خلود خالد محمد. ميرا سعيد آل علي. مريم عيسى حسن. مروى جاسم الحمادي. أسماء حسن أبو الهدى. شمة محمد الزرعوني. فاطمة راشد الطنيجي. شوق عادل الزرعوني، امتياز. بدور عبد الله آل علي، امتياز مع مرتبة الشرف. حمدة حمد العليلي، امتياز. شيخة ناصر الملا، امتياز مع مرتبة الشرف. هند عبد الله التلاي، امتياز مع مرتبة الشرف. موزة عجيل الكتبي، امتياز مع مرتبة الشرف. شمة حسن الحفيتي. عنود إبراهيم الأميري. آمنة علي العامري. لطيفة يعقوب الحمادي. ميرا جاسم البلوشي. أسماء يوسف عبد الله. سارة سلطان السويدي. سلمى علي المخيني. نوف علي المازمي. سارة طارق السعدي.
ندى عبد الحكيم بوشليبي، امتياز مع مرتبة الشرف. عاش محمد الشحي، سحر يوسف محمدي، امتياز مع مرتبة الشرف. حليمة مصطفى الهاشمي، مهرة مسفر آل علي، فايزة حسن العبيدلي، مها خالد الزوين المهيري، امتياز. العنود عبد الله أهلي، امتياز. عهود حسين العفاد، لميا راشد العليلي، سلامة محمد الشامسي، عاشة راشد المهيري، حصة هاشل سعيد، زهرة علي المازمي، نورة علي أحمد، امتياز. ليلى يوسف الزرعوني، امتياز. موزة خالد آل علي، امتياز. ميثة سعيد المندوس، غدير أحمد البلوشي، فاطمة أحمد الشامسي، نورة خليفة السويدي، والآن مع خريجات التربية. عاش عبد القادر الزبيدي، عنود عبد الله الدرمكي، فاطمة محسن عبدولي، أسماء منصور أحمد، سلامة أحمد المهيري، ميثة سعيد الحوطي، شمسة محمد المزروعي، نورة محمد آل علي، شيخة جاسم البقيش، شيخة سيف المنصوري، عاشة أبو بكر، سارة عبد القادر الرئيسي، نعمة أحمد الكمالي، عفرة علي الكتبي، اليازي محمد الشرقي، شمسة عبد العزيز الزعابي، شمة عبد العزيز الزعابي، ح
حنان حسن المرزوقي. نورة سيف الدح المطروشي. عاشة علي الشنيني. ميرا محسن فيروز. والآن مع خريجات برنامج الإعلام التطبيقي. هاشم الشريف. ريم وسام النعيمي. شمة عبد الله الكعبي. ضحى زكريا الفلاسي. دانيا نظام الدين الهاشمي. شيخة عمر المهيري. ميثة يوسف الحوسني. مروة راشد أبو هندي امتياز مع مرتبة الشرف. جنوف محمد الشحي امتياز. عايشة عمر النعيمي. مها عبيد العليلي. مريم عبد الله الأنصاري. مريم إبراهيم آل علي. محمد المازمي. شيخة عبد الله العليلي. عذاري سالم النعيمي. عزة سلطان الكعبي. ميثة محمد الكلباني. علي علي الحوسني. رغد حسن القبلان. مريم محمد الهنداسي. ريم سالم القمزي. فاطمة محمد السويدي. خولة أحمد محمد.
مريم علي المهري، عبير ياسين أحمد، فاطمة عبد الله العلي، شيخة سعيد المطروشي، فاطمة إبراهيم الشامسي، هند محمد الهوتي، شمة محمد هلابي، عائشة أحمد صندل آل علي، علي محمد الشامسي، نوف عبد العزيز الزعابي، منى إبراهيم عبد الرسول، ريم خالد الشامسي، امتياز مع مرتبة الشرف. والآن مع خريجات برنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات، ميرا أحمد مراد، امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. أسماء صلاح الشوملي، امتياز. حصة علي الملة، عايشة عارف المليحي آل علي، روان خالد الحسني، سارة جان محمد، حبيبة عبد العزيز آل علي، امتياز. غاية محمد الحمودي، امتياز. أمل سيف الزحمي، ميرا عبد الله العويس، امتياز مع مرتبة الشرف. حنين محمد الحرباوي، وفاء أحمد آل علي، نورة راشد الظهوري، ريم راشد آل علي، امتياز. مها عبد الرحمن الرئيسي، نورة سيف المطروشي، مريم حسين آل علي، امتياز مع مرتبة الشرف. فاطمة ثابت الطريفي، ندى سيف وشبص، امتياز. علي حميد الغزال الشامسي، امتياز مع مرتبة الشرف. مريم يونس البشر، امتياز مع مرتبة الشرف. نوال محمد العجماني، امتياز مع مرتبة الشرف. شوق عبد الله السلامي،
شمع عبد الله الحمادي. موضي سهيل بطي. فاطمة محمد الكبيسي. فاطمة راشد الزحمي، امتياز مع مرتبة الشرف. آمنة محمد الدهماني. هند عبد القادر آل علي. خلود خالد الكعبي، امتياز. فجر يونس الجسمي. علي عبد الله اليماحي. فاطمة سعيد الكتبي. عفرة جاسم العوضي. آمنة يوسف المازمي. هند طلال الهرمودي. شهد محمد الحمادي. مها أحمد البشر. لطيفة محمود الجسمي. أمين إبراهيم آل علي، امتياز مع مرتبة الشرف. نيلة غانم روباري. نورة عبيد الحسني. عائشة محمد تريم. مريم ثاني أنوهي. عايسة حسين البلوشي. شمة سيف بن مجرن. سارة عبد الرحيم الزرعوني. حمدة صالح محمد حسن. مها محمد سليم. ميثا محمد آل علي. جواهر خالد العبيد. مريم أحمد الشحي. عائشة أحمد الحمادي. موزة سلطان بن خرشم. هند يوسف الرئيسي. مهر عبيد يوسف القصاب. سارة خالد العجماني. نورة راشد الغزال الشامسي. والآن مع خريجات برنامج العلوم الصحية. بدور عبد الله. آمنة محمد عبد الله السوقي.
إلياس يلمازمي. خلود جمال المنصوري. شيخ مهير الكتبي. نورة عبد السلام الشنيني. شمة جمال آل علي. ماريا إبراهيم مرزوقي. عبير أحمد الشحي. ميفا يحيى المرزوقي. أسماء بنت فهد المعلة. صفاء محمد الهاشمي. ميرا راشد آل علي. هيام محمد الأميري. ميرا جاسم أهلي. امتياز. خديجة ربيع النعيمي. شيخ محمد الشامسي. خلود أحمد المطروشي. ريم سالم بوهارون. عائشة عبد الله بن عاشور. هند صالح الحمادي. سمية راشد سعد. منى علي الشحي. مهلا إبراهيم بن طوق. مريم جمال السويدي. صفاء محمد المرزوقي. حصة عمر آل علي. امتياز. روضة منصور المنصوري. سارة محمد عيسى. فاطمة حسن الحمادي. سارة أحمد الحمادي. مروة جاسم روبار. لطيفة راشد الكتبي. حصة محمد الياسي. شيخ يونس آل علي. شيخ سلطان بن سيفان. شيخ عبد الله النعيمي. لبنى محمود الملا. أسمى سيف بوعصيبة. امتياز. عائشة إبراهيم المعلة. امتياز.
نور أحمد آل علي امتياز. عائشة راشد بوهارون. فاطمة صالح آل علي امتياز مع مرتبة الشرف. عائشة مروان الورعاني. آمنة أحمد الخفيلي امتياز مع مرتبة الشرف. فاطمة أحمد الحمادي. فاطمة يوسف آل علي. نورة أحمد الشامسي. ميرا علي آل علي. عائشة إبراهيم الحمادي امتياز مع مرتبة الشرف. أسماء علي الشحي امتياز. بدور محمد الياسي امتياز. مريم سالم المناعي امتياز مع مرتبة الشرف. نورة أسامة باعشن. نور عمر السليمي. عائشة عبد الله الشامسي. فاطمة عبد الغفور السعدي. نوال نصير أحمد حياة. سمر سمير المازني. فرح إبراهيم المازني. ندى نادر العوضي. نوال ناصر الدشتي. أفنان جاسم آل علي. هند راشد الشامسي. فاطمة غلوم روباري. ميثا مروان الوعيل. مها جاسم المازمي. شمة رشيد حسن. عزيزة زايد آل علي. ندى خالد الحمادي. ميثا علي الطاهر. حمدة فهد العبيدلي. شذا يوسف الرئيسي. عائشة محمد الحوطي. العنود زبير الجنيدي. خولة مسعود الجنيدي. شيماء جابر الجابر. شهد حسين البلوشي. فاطمة علي الشامسي. مريم سعيد المنصوري.
آل محمد أهلي. مها غالب البلوشي. فاطمة أحمد الرئيسي. نورة يحيى البلوشي. مريم غانم المري. خديجة جمال الكوخردي. شمس عبيد السويدي. عائشة سلطان آل علي. مريم محمد علي. مروة محمد المازمي. عنود عبد الله المهيري. أسماء حسن آل علي. امتياز. شيخة جاسم القعود. ميث إبراهيم الأميري. امتياز مع مرتبة الشرف. حمدة سلطان مرداس الشامسي. عائشة عبد الرحمن المعلة. سارة سلطان ناصر آل علي. شوق خليفة بن هلابي. أمل محمد المنصوري. مروة إسحاق البلوشي. بشاير عبد الله الحمادي. ميرة أحمد الكمالي. رغد ياسر الحسني. امتياز مع مرتبة الشرف. لولو عبد الله الحسني. علي حميد النعيمي. العنود علي شرارة. علي عبيد الكتبي. لطيفة بدر المنصوري. امتياز. شمم صبح الغفلي. آمنة محمد حسن. أمل ناصر المازمي. هدى حسن الجسمي. ليلى فيصل سلطان محمد. والآن مع خريجي إدارة الأعمال عبد الرحمن إبراهيم شهين. سالم إبراهيم العويس. محمد يوسف الحمادي. فيصل
فيصل فؤاد المازني. عمران عبد الرحمن الكوخردي. حميد بوطويل الشامسي. مايد يوسف آل علي. علي محمد الزرعوني. راشد يعقوب الأنصاري. عمر عقيل الزرعوني. الشيخ علي بن خالد المعلى. راشد صلاح الشامسي. سيف راشد المهيري. عبد الله علي المري. عمر اسماعيل الياسي. خالد محمد الرئيسي. راشد علي السعيدي. سعود حسن الزرعوني. محمد علي غلوم محمد. علي حسين السويدي. خالد عبد الرحمن الزرعوني. إبراهيم غانم المرزوقي. مع خريجي تكنولوجيا الهندسة والعلوم سعيد عبد الله المعلى. منصور حسن محمد. مروان يوسف آل علي. زايد سلطان الياسي. عبد العزيز حميد الشامسي. فيصل حسن الأميري. سالم خلفان الهاشمي. سالم محمد المهيري. سالم علي بن شبيب. امتياز. إبراهيم علي آل علي. حميد خلف الحمادي. عمر أحمد حسين. عمار علي الكعبي. عبد العزيز حسين العوضي. راشد عادل الأنصاري. عبد الرحمن أحمد المرزوقي.
حمدان طارق الحسني. أحمد رحمة الله. عبد الله إبراهيم أحمد. قاسم محمد البلوشي. محمد سند الدوخي. راشد عبد الله البشر. محمد حمد الشويهي. محمد عبد الله سلطان. محمد عبد الله ابو هارون. سلطان احمد السويدي. راشد عبد الله الشويهي. حمد عادل العوضي. عبد الله ابراهيم الحمادي. حارب عبد الحميد البلوشي. حسين عبيد الشمسي. حميد عبيد المطروشي. عبد العزيز فيصل محمد. حمدان حسين البلوشي. محمد منصور منصور. سالم عبد الله باسميح. محمد يونس آل علي. سالم خلف الشامسي. جاسم حسين المرزوقي. عبد الله علي بن صفوان. خليفة علي التميمي. أحمد خليل عيد. عمران يونس الأنصاري. أحمد يوسف الرئيسي. سهيل أحمد الذيب. حسين محمد الملا. حمدان علي البلوشي. والآن مع قسم علوم الكمبيوتر والمعلومات عبيد راشد الشامسي. عبد العزيز علي آل علي. عمر مزهر العساف. علي راشد الكابوري. عبد الله علي الحمادي. سلطان عبيد السويدي.
عبد العزيز محمد الحمادي. راشد محمد الحمودي. عبد الله عادل المعيني. عبد الله ابراهيم المازمي. راشد زين الزرعوني. امتياز. حمد عيسى العبيدلي. امتياز مع مرتبة الشرف. محمد مبارك الجناحي. علي جاسم الأنصاري. سعيد موسى الرئيسي. حمدان علي الحوسني. خالد عقيل وليد. يوسف محمد حاجي. عبد العزيز حسن الحمادي. أحمد سيف بولحيول. سيف نجيب الأنصاري. عبد الرحمن عبد الله المرزوقي. عبد الله يوسف آل علي. محمد سعيد الشامسي. فارس محمد السويدي. حمد خليف المازمي. محمد طارق البلوشي. عبد الله محمد الحمودي. محمد عيسى البلوشي. يمع مانع يمع الضريف الشامسي. حميد سيف السويدي. امتياز مع مرتبة الشرف. طلال حسين الأميري. خالد عبد الرحيم الزرعوني. عبد الله موسى محمد. محمد خليفة الشحي. حسن علي الكندي. عبد الله عبد الرحمن آل علي. محمد صالح الكندي. امتياز. حسن إسحاق أكبري. أحمد علي النعيمي. مع
مع قسم العلوم الصحية سلطان محمد بن صندل. أحمد طارق العبيدلي. خليفة عبد الله محمد. الآن مع الصورة التذكارية. نشكر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة على رعاية حفلنا اليوم. مبروك لخريجينا دفعة تمكين العقول صناعة المستقبل. مرسومة على خدي يا كثرة أفراحي ويا سعدي من بعد كل هالسنين وصل وما في حد ما في حد وما في حد هاليوم قدي البسمة مرسومة على خدي يا كثرة أفراحي ويا سعدي من بعد كل هالسنين وصل وما في حد في حد هاليوم قدي مفتخر في نفسي متعلم حقق اي شي فيه انا احلم مفتخر في نفسي متعلم انا احلم وبلدي اللي لها علي افضل ما راح اوفي مهما اتكلم Yeah.